منذ عام 2007 الفرق الاستكشافية لكلية علوم آثار أرمينيا وجامعة غوركي الإيرلندية وجامعة كاليفورنيا معا هنا يقومون بمسح ودراسة استقصائية. نحن نعلم بأن الكهف كان يعتبر غامض وخاص وفي نفس الوقت مكان آمن للإنسان القديم، وفي الكهوف اعتكفوا كهنتنا، كانوا يعيشون مواطنين لغاية القرن 19، لكن هذا الكهف له قوة سحرية مميزة. في 2007 عندما بدأوا الفرق الاستكشافية أعمالهم هنا لم يكتشفوا عدد حجرية، بدلا منه اكتشفوا أشياء غريبة من طبقات الأرض. خرجت منسوجات وأباريق وأواني كبيرة ورزم من القصب مربوطة بالحبال وأشياء خشبية. خاب أمل علماء الآثار، اعتقدوا بأنها أنقاض حديثة مدفونة هنا، لكنهم استمروا بأعمال الحفر واكتشفوا أواني فخارية من القرون الحجرية وكانت تعود لستة آلاف سنة وباقية على نفس الحالة. إذن الكهف بشكل عام هو طبيعي من عمل الطبيعة، فمثلا انظر إلى هذا الجدار، في السابق كانت عليها طبقات خفيفة من التراب، لكن المياه قد غسلتها وأبقت الأجزاء الصلبة منها، لكن هنا أمامنا مثلا حفرها الإنسان القديم بالشكل الذي يخدمه. هذا مدخل كهف آريني. صالات موجود داخل هذا الكهف، كل صالة باعتبار ورشة استخدموها كورش عمل. احد الصالات كان يصهر به النحاس، هم نكرر منذ 6000 سنة، والصالة الاخرى كان يستخدم لصناعة النبيذ. هذا أول معمل لصناعة النبيذ بالعالم. تخيلوا قبل 6000 سنة هنا قاعدين عمال أو عاملات ويشتغلوا بصناعة النبيذ. وأرمينيا حاليا هي منطقة آريني من أشهر المناطق في صناعة النبيذ. هنا وجدت حبات العنب وأجزاء العنقود موجودة. أول ورشة بالتاريخ قبل 6000 سنة هنا كان هذا الجزء يصهرون بها النحاس. هسه احنا راح نتوغل داخل الكهف. هذا الأسود اللي نشوفه على الحائط، هذه فضلات الخفافيش. مثل ما قلنا ملايين الخفافيش موجودة هنا، لكن لأن احنا حاليا بنهاية فصل الخريف ما نقدر نشوفه، الحد بداية الربيع أو بالصيف تظهر الخفافيش. إذا الخبراء العلماء الروس يجون يأخذون هذه العينات منها ويستخدموها في صناعة الأدوية.
جادي لأن تقريبا إحنا واصلين حتى لا حد يعبر يتلف الآثار الموجودة. من يجون الشغل يرفعون هذا الخيوط أو بشكل آخر ينزلوا جوا يكملون الشغل حتى يستمرون إلى قناة أحمر.